مصاريح ان شاء الله تزيدين غتفيدكم، ماشي غير بالنسبه لهذه ديال كورونا، ولكن فهمتيني هي فهمتيني كتفيد في الحياه العامه بالنسبه للمسائل ديال النظافه. المصاريح اللي ان شاء الله تزيدين في الاكاديميه والفضاء تقدر تمشي دغيا، من الاحسن ديرهم في بلادي الورقيه يعني كليانس تكون شي بطه ديال الاكس راه 100 ديال الكليانس، بعض المرات تلقاو بطه فيها 150، هذه فهمتيني راه جوج المنابر اللي كتعيط شويه نمسحو فهمتيني ونديروهم فهمتيني في المنظومه، ماشي فهمتيني ديال المنظومه اللي كتكون فيها بلاستيكه بلاستيكه فهمتيني في الاخر نجيبها كلشي باش ما نقيسوهاش.
الاحسن يكون الصابون سائل، لحقاش بالنسبه للصابون ديال الحاجه كيجمع الميكروبات. الصابون السائل كان يوم هنايا وصل لينا وكان يفرقوا بحال هكا، وكان يفرقوا الجهه هكا هكا، ومن بعد كان يديروا يدينا هكا، ومن بعد كان يديروا هكا. المده ديال 20 ثانيه واحد وصلنا لينا. فهمتيني خاصة هذا يكون عندنا عادة، فهمتيني من هكا كنخدم يدينا مزيان، لحقاش ملي كتحط عي الصابون وكندير ليه هكا كنبقى ما كنغسلش يدي مزيان، أما ملي هكا وكنفرك وكندير هكا الصبع ديالي، يعني أي حاجة كتكون هنا ولا هنا فهمتيني كتمشي. راه ماشي فهمتيني راه فيروس راه صافي فهمتيني راه هذا، لا واحد ما يخافش يجي يسعني ديال الظهر فهمتيني الحمد لله فهمتيني. حنا دوزنا الأسطاس بلا كليك فهمتيني البورسلين في الماء غالية فهمتينا فهمتينا كيبقى فيها كلشي والحمد لله فهمتينا. كانوا حالات ماشي ما كانوش، ماشي كيبقى لكم نقول لكم لا ما كاين حتى حالة، كانوا حالات ولكن فهمتيني اللي كيما فهمتيني قال الدكتور محسن، يعني هذوك الناس فهمتيني اللي كيعطيهم فهمتيني أعراض رئة فهمتيني ديال